بحضراتكم مرة تانية. لسه البيت الكبير مستمر. آخر حوار معانا النهاردة في البيت الكبير مع اتنين من نجوم نادي المقاولين العرب، نجوم في عصره الذهبي اللي كانوا ضمن الجيل العظيم اللي صنع أعظم الإنجازات المحلية الحقيقة والأفريقية أيضا لنادي المقاولين العرب. الكباتن اللي مشرفنا النهارده كابتن سعيد الشيشيني اللي الحقيقه يعني منورنا النهارده في بيته الثاني، بيت النادي الاهلي، بيت الكبير، وكابتن جمال سالم احسن يعني اقول ايه؟ مصر دماغ بعدها لا يا ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. لا ليبرو الاحسن. منورنا منورنا كابتن جمال، منورنا كابتن سعيد. ربنا يخليك فعلا. احنا سعداء بيكم كابتن جدا، كابتن سعيد وكابتن جمال. احنا يعني سعداء موجودين معانا هنا في البيت الكبير، وانا على المستوى الشخصي قاعد مع اتنين من اساطير الكره المصريه بصراحه، وفي جيل ذهبي للنادي المقاولين العرب اللي هنتكلم عليه كتير جدا، وهنتكلم ان شاء الله على الماضي وعلى الحاضر وعلى المستقبل. لكن طبعا نروح تقرير لذئاب الجبل، نادي المقاولين، نادي كبير، نادي على مستوى الماضي والحاضر، وان شاء الله على المستوى المستقبل يكون نادي كبير جدا. أبطال أفريقيا للسنة الثانية، المقاولون العرب ألف مبروك. واحد من الأندية العملاقة في تاريخ كرة القدم المصرية والإفريقية. وصاحب تاريخ عريق في سماء القارة، إنه العملاق القاهري نادي المقاولون العرب، الذي عاد من جديد في الموسم الجاري إلى مجاهل القارة السمراء عبر مشاركته في البطولة الكونفدرالية الإفريقية ممثلا لمصر رفقة بيراميدز. تم تأسيس نادي المقاولون العرب عام 1973 على يد المرحوم المهندس حسين عثمان رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب حين ذاك، وتم إشهاره كناد مصري رياضي اجتماعي ثقافي، وأقيم على مساحة 90 فدانة بمنطقة الجبل الأخضر، ويضم واحدا من أكبر استادات كرة القدم في مصر، وهو استاد عثمان أحمد عثمان الذي يسع 40,000 متفرج، كما يضم العديد من المنشآت الرياضية والملاعب، إضافة إلى فرع للنادي للتجديف بمحافظة الجيزة على نهر النيل. كرة القدم هي اللعبة الأولى في المقاولون العرب، حيث حصل النادي على 8 بطولات ويحتل المركز الثالث حصدا لبطولات الكرة في مصر، كما ينشط في ألعاب أخرى أهمها التجديف والكياك والشراع، حيث يحتل النادي المركز الأول مصريا وعربيا وإفريقيا في لعبة التجديف، كما يحتكر نادي المقاولون العرب للتجديف كل البطولات والمسابقات التي تقام على المستوى المحلي أو الإقليمي، ويمثل لاعبو النادي القوام الرئيسي لمنتخب مصر الذي حقق العديد من الجوائز والميداليات والكؤوس. على صعيد كرة القدم يمتلك نادي المقاولون تاريخا من الإنجازات، منها التتويج ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكأس 3 مرات أعوام 1982، 1983 و1996، والفوز بالدور المصري الممتاز عام 1982، 1983 وكأس مصر 3 مرات أعوام 1990، 1995 و2004، وكأس السوبر المصري عام 2004. السوبر المصري محمد عودة نفس الصور تقريبا ونفس المشاهد، ويرفع الكأس، وهذه المرة كأس السوبر محمد عودة والمقاولين العرب. وعلى مدار تاريخه قدم نادي المقاولون العرب للكرة المصرية العديد من النجوم اللامعة الذين سطروا أسماءهم بحروف من نور على الصعيدين المحلي والإفريقي بل والعالمية أيضا. ومن هؤلاء النجوم الغني كريم عبد الرزاق، والحارس الكاميروني الأسطوري أنطوان بيل، والمهاجم النيجيري جون أوتاكا، ومحمد صلاح، وعبد الستار صبري، ومحمد النني. وبزغ عبد الرزاق وبيل رفقة الجيل الذهبي للمقاولون العرب الذي ضم أسماء من العيار الثقيل، على رأسهم
حمدي نوح وناصر محمد علي وعلاء نبيل ومجدي درويش ومحمد زمزم وزيزو الكبير والثنائي المتألق جمال سالم وسعيد الشيشيني اللذان كانا من أبرز الأسماء في هذا الجيل الأسطوري. بنرحب بحضراتكم مرة تانية وبنرحب باتنين بيمثلوا يمكن نادي مصري عريق زي ما قلنا نادي المقاولين العرب على مدار مشواره على مدار 47 سنة. كابتن شيشيني يعني على الساحة المصرية، فأنتوا النهاردة مرة تانية منورنا، ويمكن التقرير ده كابتن جمال بيفكرنا بحاجات كتيرة قوي. يمكن النهاردة بيعود فريق المقاولين العرب مرة أخرى يمكن في الدوري وعلى الساحة الأفريقية، وفي بكرة يعني مباراة مهمة جدا مع النجم الساحلي. فكلمنا عن عودة المقاولين بعد غياب استمر السنين طوال. سعيد كابتن سعيد تفضل. كابتن طبعا كابتن سعيد. بص يا كابتن هاني، انا اللي عايز اقوله الاول، المقاولين العرب دخل افريقيا ازاي، ولا عايز النهايه؟ لا اشرح لنا طبعا، البدايات بتبقى دايما مهمه جدا يا كابتن. نادي المقاولين العرب اساسا بدا في مركز شباب الجزيره. بدا في مركز شباب الجزيره. مركز شباب الجزيره ده من بدري واحنا كان في فريق قديم، وبعدين الكابتن فؤاد صدقي جه قال انا بعمل نادي جديد اسمه نادي المقاولين العرب. وقعد معانا عثمان بيه اللي هو المهندس عثمان احمد عثمان، وقال لنا يا اولاد انا بصرف على نادي الاسماعيلي، وانا كشركه المقاولين العرب اكبر شركه مقاولات على مستوى الشرق الاوسط كله، ما عنديش فرقه، وفي افريقيا طبعا ما عنديش فرقه، انا عايز اعمل فرقه. فابتدى يجيب ناس لعيبه من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وجمع. كنت اول واحد ينضم لنادي المقاولين العرب وهو في الدرجه الثالثه، وجاب مجموعه من الناشئين كان فيهم جمال ورضوان ومحسن هاشم ونبيل عمار ونبيل ابراهيم. خمسه كنا، خمسه احنا في الجزيره كنا خمسه. جاب، انا جيت عن طريق الجيش، كنت في الاول في الترسانة وبعدين بطلت ورحت القوات المسلحة، ومن خلال مباراة بنلعبها النهائي شافني الكابتن فؤاد صدقي قال لي انا بعمل فرقة اسمها المقاولين العرب كانت درجة تالتة. انا كنت رايح الطيران وبعدين رحت المقاولين العرب، قلت له اهم شيء ان انا اتعين في شركة المقاولين العرب. قال لي امضي الاستمارات دي وانا امضي لك الاستمارات دي. وقد كان اول فرقة تتعمل من مقاولين العرب. جاب خمسة من المية، وجاب ثلاثة من الشرطة، وجاب عيد كان حارس مرمى عنده 40 سنة، جمال العقاد، مجموعة كبيرة جدا عمل بيهم اسم المقاولين العرب. وأول اجتماع، ما دي بقى الكواليس بقى، أول اجتماع مع المهندس عثمان أحمد عثمان قال لنا يا أولاد أنا هعمل لكم لائحة زي الأهلي والزمالك، بل تفوق الأهلي والزمالك. كنتوا درجة ثالثة، بس شرط اطلعوا لي من تالتة لتانية في سنة، من تانية الأولى في سنة، ومن أولى للأولى الممتاز في سنة، وتاخدوا أفريقيا وتاخدوا الدوري العام. لا لا لا، كل ده ورا بعض، كل ده ورا بعض، يعني والله خلال أربع سنين خمس سنين تاخد بطولة أفريقيا. خدنا الدوري والأفريقيا. وقد كان. بس هو في نقطة بقى، يعني الراجل قبل ما نكمل مع حضرتك، لأن في يعني احنا معانا تليفون. احنا معانا تليفون من المهندس محسن صلاح، طبعا رئيس نادي المقاولين العرب. وده يمكن يعني من النوادر يا باشمهندس ان حضرتك يعني بتعمل مداخلات. اهلا، مساء الخير. اهلا بك. مساء الخير على حضرتك. بنشكرك اولا على طبعا تواجدك معانا دلوقتي في البيت الكبير. حضرتك قيمه كبيره جدا، ويشرفنا ان حضرتك تكون موجود معانا ومعانا اثنين من اساطير المقاولين العرب. يعني اكيد حضرتك يعني تعرفهم بشكل كبير. يعني طبعا سالم الشيشين الاثنين يعني ما يتعرفوش عن بعض الحقيقه، بيفكرونا بالزمن الجميل وقياده المقاولين العرب. المقاولين العرب لنا اسم كبير، كلنا بنخدمه وكلنا تحت. باشمهندس، يمكن انا شايفه نفس الظروف النهارده اللي فيها الجيل ده
هي تقريبا اللي مر بيها نفس الجيل الذهبي في البطولتين 82 و83. يعني احنا مثلا لو اتكلمنا على البطولة الأولانية لما المقاولين فايز يعني قابل حي العرب في السودان واتعادل هناك وجي هنا فاز 3. البطولة الثانية في 82 لما قابل فيتالو أو صح بطل بروندي وبرضه كسب 3 هناك وجي في العودة 7-1 ولا 7-1. النهارده كلمني يا باشمهندس عن مدى التشابه ده بين الجيلين في 2020 وفي 82 83. لا الحقيقه حال الكوره نفسه مش ما فيهوش شبه، لا حال الكوره بتغير غير كتير. الحياه الماديه اللي احنا بنعيشها دلوقتي وموضوع عدم الولاء للنادي وعدم الولاء للفانيلا، ما بقاش كلمه الولاء للنادي او الكلام ده بقت موضه قديمه. دلوقتي موضوع الاحتراف، الاحتراف ده حاجه تانية خالص مختلفه عن الاجيال اللي قبل كده اللي كانت بتشتغل او بتلعب للنادي حبها في النادي حبها لرمز النادي. المعلم عثمان الحقيقه علمنا كلنا حب الاسم المحلي العرب ونهضه. يمكن الزمن ده اختلف شويه عن الزمن ده، انما ايام زمان ايام المعلم كان الموضوع شكل ثاني والحب كان حب ثاني ولا لاسم الشركه كان حاجه ثانيه مختلفه. صحيح حضرتك كمان دي. اختلاف الاجيال واختلاف طبعا الظروف، وطبعا احنا بنتكلم في الزمن الجميل، زمن الكوره الجميله والاساطير الجميله اللي موجودين موجودين معانا هنا في البيت الكبير. كابتن سعيد الشاشين كان بيتكلم كمان عن فكره تكوين النادي وان النادي يتكون بشكل كبير جدا، وكان في طموحات ان يبدا من الدرجه الثالثه وخلال 5 سنين ياخد بطوله افريقيا، طموحات كبيره جدا وطموحات اتحققت يا فندم. هنا بقى نقول يعني ايه الولاء وحب النادي وحب الفرقه وحب الرمز ده بتعمل معجزات. صحيح صحيح، مش مساله ان انا بحترف فانا بروح النادي ده عشان خاطر ان انا باخد المرتب ده او باخد الفلوس دي، ولو نادي تاني يقدر يدفع اكتر فانا بروح. النتيجه من الحب غير النتيجه النتيجه اللي بالحب والولاء والتفاني غير النتيجه اللي ممكن تعملها. ده الفرق ما بين الزمان. انا اتفق مع حضرتك جدا، والعمل كتيم مورك واحد من خلال مجلس اداره، من خلال لاعبين، من خلال كمان جماهير. احنا كمان في اتكونت من خلال السنين اللي فاتت جماهير بتحب نادي المقاولين بادائه، وكنا سعداء جدا لعوده المقاولين على الساحه الافريقيه يا فندم. المقاولين كان كبير، شفت المقاولين العرب فتحه 80,000 بيت، 80,000 اسره في المقاولين العرب، كيانها كله وامكانياتها كلها وحياتها كلها متوقفه على الاسم ده. صحيح. فالكيان ضخم جدا. القيادات اللي في المقاولين العرب عامله حسابها ان البيوت المفتوحه دي مسؤوليه. الكيان ده لازم يقدم للدوله ما هو مطلوب منه من تنميه وعمل جهد. فالاسم المقاولين العرب عليه التزامات ضخمه جدا في بلدنا، لانها شركه حكوميه في الاخر، هي بتنفذ برامج حكوميه وبتنفذ تطلعات الشعب. فاسم المقاولين العرب مش اسم سهل، لا احنا بنخدم الاسم ده لان فعلا رمز، واللي خلق الاسم ده هو عمنا كلنا المعلم عثمان. ده حاجه بالنسبه لنا رمز احنا كلنا، والجيل اللي اشتغل معاه وسالم الشيشيني يعني اكيد عارفين الكلام ده وحسوا بيه لانهم قابلوا المعلم واشتغلوا معاه وتربيته يعني. صحيح صحيح، هو طبعا نجومنا منورنا وجيل جيل ذهبي، ونتمنى ان شاء الله يعني زي ما كمان ما ننساش ان
المقاولين العرب خرج النني وخرج محمد صلاح وعبد الستار صبري، نجوم كبار جدا حققوا نجاحات، وطبعا على رأسهم صلاح حققوا نجاحات كبيرة جدا جدا. واعتقادي الشخصي لو كان في ايام الاحتراف زمان كان مفتوح كده، كنا الكباتن اللي موجودين معانا كان زمانهم كمان بيلعبوا في اوروبا، لكن لا كنا هنلعب في افريقيا ولا هنلعب في اوروبا طبعا. لا طبعا يعني منورنا، لكن اخد من حضرتك الرؤيه المستقبليه لنادي المقاولين العرب في فريق الكوره. طبعا كنا سعداء بوجودهم في القاره الافريقيه ووجودهم في الكونفدراليه، كمان الطموحات على خلال السنين اللي جايه ازاي يا فندم؟ والله احنا اجتهدنا، احنا يعني فقدنا اللعب في افريقيا لمده 15 سنه، وده مده فتره طويله، انما الحمد لله كان فترة كثيرة من السنوات الكثيرة، السنتين الثلاثة الأخيرين كنا مركزين قوي في إن إحنا نبني فريق نقدر نوصل بيه إن إحنا نعود للمنافسة الأفريقية، لأن بالنسبة لنا دي حاجة مهمة جدا، لأن تواجدنا في أفريقيا كشركة وكنادي دي بالنسبه لنا مهمه جدا، بتفتح لنا مجالات وعلاقات حتى على مستوى التسويق للشركه نفسها، الماركتنج بتاع الشركه نفسها، شركه المقاولين العرب كشركه. بالضبط. يعني في بلاد كتير في افريقيا تعرف انه كان نادي وعمل شركه، مش العكس. مش العكس، انها شركه. فشهره النادي في افريقيا شهره كبيره جدا، والحقيقه طبعا اللي ساعدنا في كده الجيل ده واللعيبة اللي طلعت من النادي ده طبعا عامل لنا شهرة كبيرة. ما ننكرش برضو صلاح والنني برضو عامل لنا، وطاهر يا باشمهندس خلفية كبيرة. باشمهندس احنا بنتكلم يعني، ودي فرصة دايما ان احنا بنحاول وبنكرر دايما ده في البيت الكبير هنا، وده الحقيقة هدفنا، ان يعني يمكن على مر العصور، على مر تاريخ نادي المقاولين العرب ليه علاقات طيبة جدا وجيدة جدا مع النادي الاهلي، وده اللي انا يمكن عايزة استغل يعني تواجد حضرتك معانا فيه هاتفيا، وطبعا نتمنى انك تشرفنا في البيت الكبير هنا قريب يعني، وتكون ضيف عزيز علينا. بس أنا عايز أتكلم عن علاقة الناديين ببعض، وأنا عارفة أنه ليك علاقة يعني ولا أروع مع كابتن محمود الخطيب تحديدا كمان. كلمنا على هذه العلاقة على مر التاريخ. والله علاقة الأهلي بالمقاولين العرب أو علاقة المقاولين العرب بالأهلي هي علاقة قديمة جدا، وأعتقد أن فيه ناس كتير أو لعيبة كتير كانت الأهلي ولعبت المقاولين وكانت في المقاولين ولعبت الاهلي، انما هي علاقه القيادات الحقيقه على مر التاريخ وعلى مر انشاء النادي كانت علاقه مرتبطه ارتباط شديد. يعني اللي انا اعرفه كان في صداقات ما بين قيادات المقاولين العرب وقيادات فرقه الاهلي من زمن طويل. انما على في الوقت الحاضر طبعا انا بتربطني بالكابتن الخطيب، ودي شخصية محترمة جدا وأنا بحترمه وبتربطني بيه صداقة أنا بعتز بيها. أكيد إن شاء الله العلاقات دي تدوم، لأن دوت هو الهدف من الرياضة، والهدف من الرياضة دايما هو لغة الاحترام ولغة يعني الأخلاق أولا وأخيرا. ويعني طبعا نتمنى كل التوفيق لحضرتك ومجلس الإدارة، وطبعا الكابتن عايز جمال عايز اتفضل. صباح الخير يا باشمهندس. اهلا ازيك يا فندم. الله يخليك يا فندم. انا بس بقى يعني بنقل تحياتي لحضرتك ولكل اعضاء مجلس الاداره ولفرقتنا ان شاء الله بكره يا فندم، ولازم يعرفوا ان احنا متوسمين في يوم الخير يا فندم ان احنا نرجع ان شاء الرحمن لمنصات التتويج. واللي انا شايفه يا فندم بعد رحله 3 سنين في افريقيا لعبنا فيها انا وسعيد الماتشات كلها، انا حاسس ان ماتش النجم الساحلي بكره يا فندم هيكون يعني بمثابة عنق الزجاجة لينا للوصول للمنصات بكرة بإذن الله، لأن الفرقة دي نفس الظروف بتتشابه يا فندم بماتش أفريكا سبورت سنة 82 برضو هي العقبة اللي كانت مقابلانا. فلو عدينا بكرة إن شاء الرحمن يا فندم أنا حاسس كده إن ربنا هيلهمنا إن شاء الرحمن ونوصل الفاينل بإذن الله إن شاء الله. يا رب دعواتك يا جمال. وبعدين أنتم خدوا بالنسبة للفرقة أنت والشيني ورضوان حمدي نوح والناس
التقيلة دي اللعيبة بتبص القدوة ليهم، بيحاولوا انهم يوصلوا للدرجة الرفيعة اللي انتوا وصلتوا ان شاء الله يا فندم. يعني انتوا موجودين في النادي لتحفيز وتبقوا قدوة قدام عينيهم، شايفينكم باستمرار، يفتكروا بطولاتكم ويفتكروا الامجاد اللي انتوا عملتوها لاسم المقاولين العرب. فطبعا وجودكم في النادي جنب الولاد الصغيرين جنب الفريق الاول مهم جدا ان شاء الله يا فندم. بندعمه. احنا بنشكرك جدا جدا باشمهندس. شكرا جزيلا. صلاح شكرا طبعا جزيلا. رئيس مجلس اداره شركه المقاولين العرب ورئيس مجلس اداره طبعا نادي المقاولين، شكرا جزيلا على المداخله العزيزه دي باشمهندس. وزي ما نكرر تاني برضو بنتمنى ان يكون يعني حضرتك بقى في ضيافتنا ان شاء الله قريب باذن الله. كابتن سعيد بس عايز يوجه لحضرتك كلمه، ممكن؟ اتفضل. اتفضل يا كابتن سعيد. صباح الخير يا باشمهندس. اهلا طبعا. انا في البدايه قلت مجلس الاداره لما اجتمعنا مع عثمان بيه قال لنا يعني احنا هنعمل لكم كل حاجه، فقال يعني هنطلع من ثالثه لثانيه ومن ثانيه الاولى ومن اولى الممتاز وبطوله افريقيا والدوري العام وحاجات زي كده. دي لولا مسانده مجلس الاداره ما كانش النادي بقى كده. فانا بصراحه انا بقول انا بشكركم على الهوى صراحه، مساندين الفريق الاول بكل قوة، وبتمنى بقى من اللعيبة إن شاء الله يكونوا عند حسن الظن ويحققوا رغبة الجماهير ورغبة مجلس الإدارة ورغبة الناس اللي بتحب نادي المقاولين العرب. فإن شاء الله بنتمنى لهم كل خير ويعيدوا أمجاد المقاولين العرب والكؤوس اللي حصلت إن شاء الله. انا بتمنى كده طبعا، ودعواتكم معانا في ماتش بكره ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله وربنا يسهل. نشوفك على خير بكره ان شاء الله يا فندم. شكرا جزيلا رئيس نادي المقاولين العرب، طبعا شكرا جزيلا، وكلنا كمصريين طبعا بكره في ظهر النادي المقاولين. وانا بتفق تماما مع الكابتن جمال اللي هو ان شاء الله بكره دي عنق الزجاجه ان شاء الله. ان شاء الله لو النادي المقاولين خرج بهذه المباراه ومباراه العوده ان شاء الله هيحققوا نتيجه كويسه ويبقى ثقه ليهم كمان على المستوى الافريقي. نشكر شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا. كابتن سعيد متفائل بكره انه المقاولين يتخطى عقبه النجم الساحلي ان شاء الله؟ ان شاء الله. ان شاء الله، لان يعني المقاولين العرب هو فيه ميزه. نعم. ميزه حلوه قوي. ملناش جماهير، فدي بتعمل ضغط جامد جدا. مفيش ضغط. ايوه كانت بتعمل ضغط جامد جدا. والدليل على كده ان احنا كنا نتعادل هنا ونكسب بره. يعني البطولتين اللي احنا خدناهم كسبنا باور دينامو بره وبعدين كسبناهم عندنا. ده الفاينل. الفاينل النهائي بطوله افريقيا الاولى. النهائي الثاني كسبنا اجازة لومي بطل توجو كسبناهم 1-0 وتعادلنا على ملعبنا 1-0 بره. تعادل يعني ماتشات كتيره جدا. ساعات بيبقى الجماهير بيبقى عنصر ضغط على اللعيبه شويه، وساعات بيديها حافز وبيديها طبعا سبورت طبعا يعني. بس انا بقول احنا متعودين على كده. انا بس هقول لك حاجه كابتن هاني، يعني تعليقا بس على كلام الكابتن سعيد، ماتش افريكا سبورت كان انطوان بيلي بيلعب مع افريكا سبورت هناك، واسماعيل ديفان بيلعب معهم هناك، وعذبونا الاثنين هناك ماشي. جينا مصر مغلوبين 2-0. انا بتكلم معاك بالامانه، غلبنا 2. الماتش ده يمكن كان اول ماتش لمستر مايكل، الناس لازم تعرفه، مايكل ايفر كان اول مباراه لي معانا كمنافسات ماتش افريكا سبورت. فطول عمرك بعد الماتش بالليل خرجنا نزلنا اللوبي وكده، فالخواجة قاعد في بار كده وقاعد فلقيناه بيعيط. كنت انا وحمدي ومجدي كامل وكده ولقيناه بيعيط. قال انا مش بعيط عشان مش يعني مجدي وجمال عاد بيترجموا لنا يعني. ما كانش فينا حد بقى في انجليزي ولا واحد. فالكابتن جمال بيقول هو الخواجة مش بيبكي عشان احنا اتغلبنا، هو بس بيعيط عشان ان احنا فرقه كويسه وازاي ما ناخدش البطوله دي. فتعليقا بس على كلام الجمهور، قال لك انتوا فرقه كويسه وازاي ما تاخدوش البطوله دي، ودي كانت اول مباراه لينا. فرجعنا مصر يعني الخواجه قعد معانا قال لنا انتوا فرقه كبيره وانتوا فرقه لازم تاخدوا البطوله وانتوا وادانا حقنا. فلما رجعنا في يوم الماتش، انا بس تعليقا على كلمه، لان جمهور مصر دوت يوم ماتش افريكا سبورت ده
اللي لعبناها في ملعبنا تراب اللي بيمشي عليه جمهور مصر على راس جمال سالم بالامانه. في الماتش ده انتوا بتلعبوا باسم مصر يا كابتن، الجمهور طبعاً. كمان يا هاني من الساعه 12 الظهر مفيش رجل القدم، وانت جيت النادي عندنا طبعا يعني التتر بيقول الملعب بيشيل 40,000 80 الملعب 80. بيشيل 80,000 وكان فوقهم 20 تاني في الماتش ده. فبنبص من الشيش بتاع القوة بتاع عندنا، انت شفت البدرون يعني وكده، بنبص لقينا الملعب فول من الساعه 12 اسال سعيد 12 الظهر. فالخواجه قال لنا انا عايز جونين، انا مش عايز ثلاث اجوان، اوصل بس انا عايز جولين والله العظيم ثلاثه. مسك كده اللعيبه وكلنا قال لنا انا عايز جولين. خلصنا المحاضره، جابني انا ونبيل عمار وزمزم وعلي، وخدنا بره بعيد كده بعد ما خلص المحاضره وكل، قال انا لو الفرقه جابت جولين انتوا الاربعه تشيلوا الراجل اللي وراكم، كان علاء خليل، تحافظوا على الراجل اللي وراكم حارس المرمى. كان علاء ما كانش بيلي، كان بيلعب قصادنا كان بيلعب قصادكم قبل ما يجي هو لعب هناك ولعب هناك. فربنا كرمنا كابتن هاني ورحنا جابين جونين اول ربع ساعه واخر نص ساعه في الشوط الاولاني. نزلنا الطايم، الخواجه متونس مستأنس مبسوط ان احنا معانا جولين، قال لنا انا عايز جون بقى تاني. احنا كده خلاص خلصنا ايه المهمه اللي علينا، لا مش المهمه اللي عليكم يعني. انا عايز جول كمان. لقينا الراجل بنبص له كده والله العظيم يا كابتن هاني وشه زي الديك الرومي مستر مايكل احمر والله ومبسوط قوي ان احنا جبنا جونين. وراح ابو نوح كوره بقى طبعا، راح جايب التالت وشفنا ربع ساعه كابتن هاني ضرب نار طبعا. ربع ساعه في الاخر احنا كسبانين 3 اخر ربع ساعه بقى شو انا اصعب ربع ساعه مرت عليا في تاريخ لعبي في نادي المقاولين الربع ساعه دي. اسماعيل ديفان قطعنا دغدغنا، ما احنا لو دخل فينا جون يا سلام احنا بره. فاحنا الثلاث اجوال دول جبناهم بعد عرق بعد مجهود يعني. الاقي سعيد مثلا عند الوينج رايت ابص بعد ثانيه الاقيه جنبي طبعا. ناصر عند الوينج ليفت بعد ثانيه الاقيه جنبي، رايحين راجعين. واخر ربع ساعه اصعب ربع ساعه مرت عليا في تاريخ نادي المول العرب الربع ساعه دي. مقاتلين، لو كانت الكوره احط رقبتي عليها على رجل اللعيبه احطها. رخر الراجل بعد الماتش دوت جمعنا والله العظيم، الراجل ده باصص لقدام مبروك عليكوا افريقيا اقسم بالله زي ما بتكلم معاك، مبروك يا مبروك علينا كلنا بعد ماتش افريقيا سبورت. وفعلا خدنا البطوله، الراجل ده بص لقدام وخدنا البطوله. هو ساعات كده يا كابتن بتبقى في لقطه وفي مباراه بتقول خلاص البطوله دي بتاعتنا، زي ما حضرتك اتفضلت دلوقتي وقلت دي عنق زجاجه صح، وبكره دي عنق. الله ربنا يوفقك ويوفق مصر، لان المقاولين بيلعب باسم مصر. هنكمل طبعاً مع حضراتكم طبعا، لان يعني تاريخ جميل جدا وكواليس حلوه قوي. هنتكلم كمان على كابتن سعيد، كان نتكلم كمان على بطولات كثيره من خلال التقرير، لكن يعني هنطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل مع نجومنا الكبار. لسه مكملين مع حضراتكم في البيت الكبير مع ابرز نجوم نادي المقاولين العرب في عصره الذهبي، كابتن سعيد الشيشيني طبعا منورنا، وكابتن جمال سالم ابو الشيم. فاحنا يعني النهارده في لقاء والله لو سمعتوا الكلام اللي كان بيتقال تحت الهواء احنا هنرجع له تاني، لانه كلام مهم وكلام يعني قد ايه يفرق الاحتراف، مش بس على رأي هاني رمزي، الاحتراف مسؤولية طبعا. الاحتراف مسؤولية، الاحتراف مش ان انت تلعب في نادي بره وتاخد فلوس، الاحتراف ان انت يكون عندك احساس بالمسؤولية والحب تجاه النادي اللي انت بتلعب فيه. كلام مهم جدا جدا، نتعلم منه مدى الانتماء ومدى الحب ده من الكباتن الكبار اللي مشرفينا النهاردة. لكن قبل ما نتكلم في الكلام ده نرجع تاني لبعثتنا، بعثة فريق النادي الأهلي المتواجدة حاليا في النيجر، هيتلاقي عندها لقاء مهم جدا مع سونيديب يوم الأربعاء إن شاء الله. موفدنا إلى هناك فاروق صلاح أجرى لقاء مهم جدا مع كابتن سيد عبد الحفيظ رئيس البعثة وطبعا اللي مع فريق نادي الأهلي. هنروح نشوف اللقاء ده ونرجع مرة تانية مع حضراتكم في البيت الكبير.
كل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من استاد سيني كونيتشي، وعقب نهاية المران الأول للنادي الأهلي على الملعب اللي يستضيف أحداث اللقاء، يسعدنا أن يكون معنا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي والقائم بأعمال رئيس بعثة النادي الأهلي. كابتن سيد برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، مهمة جديدة يكلف فيها الكابتن سيد عبد الحفيظ، أعتقد هو أهل لها التكليف برئاسة بعثة النادي الأهلي، أعتقد تضع ثقة كبيرة جدا من الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي. يعني طبعا الحمد لله على كل شيء، لكن في النهاية يمكن ألف سلامة طبعا للاستاذ محمد ضماطي، كان هو رئيس البعثة وكان محضر نفسه، كانت على تواصل معايا اخر اسبوع، يعني بنتكلم في التفاصيل الصغيره قبل الكبيره في الخاصه بالبعثه ومشاوراتنا ومناقشاتنا واتصاله كمان بست سفير نبيل ميكي هنا في كل حاجه يعني. لكن الف سلام عليه، يمكن المسحه اللي عملناها السيارة اللي عملناها قبل السفر على طول يعني، لكن الف سلام عليه، لكن هو الراجل كان قايم بكل حاجه قبل ما نيجي يعني. أجواء اللقاء إن شاء الله الرحمن تبقى كويسة، عندنا مهمة قوية ومهمة مش سهلة، أرضية ملعب مش جيدة خالص يعني، لكن هي الأجواء الأولى في أفريقيا ممكن تبقى كده، لازم تخش باحترام وتخش بعقلية قوية وتخش بشخصية كبيرة، الفرقة دي هتبقى محترمة جدا جدا، وده اللي قاله رئيس النادي النهارده في لقائي معاه يعني. فمهم قوي ان انت تقابل التركيز بتركيز يعني، لان في النهايه يبقى طبعا التاريخ جميل والتاريخ ممتاز وبيتسطر وكل حاجه، لكن الاحداث والنهارده هي اللي بتفرض كلمتها يعني. اعتقد كلمه كبيره من الكابتن سعد عبد الحفيظ ممثل النادي الاهلي بطل افريقيا، بيتكلم على فريق حديث العهد ونتكلم بهذه الثقه او بهذا التركيز، اعتقد دي رساله وصلت لكل اللاعبين. خلاص الكره كده، الكره زي الدنيا بالظبط يعني، لازم تحترم الناس ولازم تحترم المنافس ولازم تقدره وتحطه في حجمه اللي ممكن تناقشه وتلعبه بيه وتكسبه بيه، لكن في كرة القدم يعني لازم يبقى الدنيا فيها تواضع شديد جدا يعني، مفاجآت كتيرة جدا، لو عملت إحصائية من أعظم فرق العالم يعني عندها مفاجآت ومفاجآت ما بتأثر يعني، لكن هتخش بمفهوم إن أنت فرقة بتلعب على أرضها، بتلعب قدام بطل أفريقيا، بتلعب مع النادي الأهلي صاحب التاريخ الطويل، أكيد هتبقى تركيزها عالي جدا، أكيد هتبقى شدتها عالية جدا، أكيد هيبقى اشتراكاتها عالية جدا، لو ما قابلتش ده بنفس التركيز ونفس الاهتمام ونفس القوة أعتقد الأمور هتبقى صعبة، مع أرضية ملعب مع جو، فأعتقد إن مهم جدا إن أنت تخش بنفس الفكر ده يعني. زي ما حضرتك قلت يا كابتن سيد، طبعا واحد من الفرق اللي ليها احترامها ولعيبة النادي الأهلي بتاعي هذا الأمر، وحضرتك دايما بتراهن على شخصيات وخبرات لعيبة النادي الأهلي. طبعا وهي المواقف برضو خلي بالك يعني، انت في النهايه لازم تبقى مقتنع تماما ان انت في فتره من افريقيا بتبقى فتره فيها حساباتها الصعبه مش السهله، دوري المجموعات هو تجميع نقاط، لكن المباراه اللي هي رايح جاي ممكن احداثها ما تبقاش بالنسبه لك ظريفه، فلازم تكون محضر لده يعني. فهنخش المباراه زي ما قلت لك بنفس التركيز اللي هيقابلونا بيه، والا هتبقى الدنيا صعبه بالنسبه لك يعني. هل مركز 10 النادي الاهلي يعاني منه نقص في ظل غياب محمد مجدي قفشه وناصر ماهر، ولا هيتم توظيف احد اللاعبين او هيغير مع خريطه طريقه اللعب؟ طبعا يعني اصابه ناصر ماهر وعدم اكتمال شفاء وليد سليمان بصوره كبيره وتعرض قفشه لكورونا يعني، هو عمرو السلاوي ورامي ربيع الف سلامه، الحمد لله البوادر كويسه وفي مسحه بكره ان شاء الله الرحمن يا رب تطلع باذن الله سلبيه ان شاء الله يعني، وقبلهم طبعا كان كابتن سمير عدلي فالف سلامه عليه، وعندنا طبعا يعني وماهر ورأفت قبليهم بكتير يعني، لكن هي وارد يحصل في مشوارنا في الايام اللي انت بتقابلها ديت يعني، فوارد جدا يعني ان انت تقابل حاجات زي كده، لكن ثقتنا في المجموعه كلها موجوده ان شاء الله الرحمن نحقق نتيجه كويسه باذن الله ونرجع بنتيجه باذن الله تساعدنا في التاهل باذن الله. اخيرا خطوط اتصال مفتوحه من الكابتن محمود الخطيب مع الكابتن سعد عبد الحفيظ لمتابعه كافه الامور وكل الامور الخاصه ببعثه فريق النادي الاهلي. طبعا يعني كان في اتصال بيني وبين كابتن الخطيب امبارح، والراجل بيطمن يعني يوميا وصبح وبالليل على البعثه، وان شاء الله الرحمن باذن الله نرجع بنتيجه كويسه. بشكر حضرتك واتمنى لك التوفيق. شكرا. اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ده كان لقاءنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ نجم النادي الاهلي ومدير الكره والقائم والمكلف باعمال رئيس بعثه فريق النادي الاهلي عقب نهايه مران فريق النادي الاهلي، مران الاول على استاد سيني كونيتشي استعدادا لمواجهه فريق سونديب في الدور ال 32 في مباراه الذهاب لدوري ابطال افريقيا. شكرا جزيلا طبعا فاروق صلاح مراسلنا او موافدنا في النيجر مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، وان شاء الله كل التوفيق لبعثتنا وفريق النادي الاهلي يوم الاربعاء باذن الله. نرجع لنجومنا الكبار اللي يمكن يعني مشرفينا بشكل كبير جدا، واتكلمنا زي ما قالت سهام واحنا يعني في الهواء كده بره الهواء بنتكلم على هاخد من كابتن سعيد، كنت بتتكلم ازاي بدا فكره انشاء نادي المقاولين، ودايما انك تحقق بطوله انك لازم تمر بمعاناه كبيره جدا جدا،
عايزين نعرف من حضرتك مشوار البطوله وقد ايه المعاناه اللي عاناها هذا الجيل للحصول على بطوله افريقيه غاليه جدا. اللي انا عايز اقوله ان كل واحد كان عليه دور. يعني مجلس الاداره كان عليه دور، الجهاز الفني والطبي والاداري كان عليهم دور، اللعيبه كان عليها دور. وبامانه انسجمت الادوار دي كلها مع بعض وطلعت اسم نادي المقاولين العرب. يعني احنا لما بدانا ما كانش عندنا ملعب، كنا بنتمرن بس في مركز شباب الجزيره. انما اللعب لعبنا سنه في نادي الاهلي الدرجه الاولى وسنه يعني ماتشات الدرجه الاولى كانت لعبنا في نادي الاهلي. ونادي الاهلي بامانه شديده، مش عشان انا في قناه الاهلي، نادي الاهلي ليه فضل كبير جدا 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 على نادي المقاولين العرب. لسبب بسيط كمان، احنا دخلنا افريقيا عن طريق الاهلي. يعني فرقه ما كانتش حققت بطوله محليه وحققت بطوله افريقيه. صحيح. ليه؟ لان الاهلي كان واخد بطوله الدوري وكسبونا، واخد بطوله الكاس، كسبنا احنا في نهائي الكاس، فخيروا الاهلي تلعب في نهائي، تلعب في انديه ابطال الدوري ولا تلعب في الانديه ابطال الكؤوس؟ قال انا هلعب في الانديه ابطال الدوري، ساب لنا احنا الانديه ابطال الكؤوس، كملنا بقى. وربنا كرمه وكملنا وخدنا بطوله الدوري افريقيا قبل ما ناخد. وعلى فكره اول نادي حقق بطوله افريقيا للانديه ابطال الكؤوس هو نادي المقاولين العرب. صحيح، ده حقيقي. فاللي عايز اقوله ادي اللعيبه حققت البطوله، الاداره وجدت لنا الملعب، وبعدين لما لقوا العمليه كده قال لك ايه، طب احنا شركه مقاولات، طب ليه ما نعملش نادي باسمنا؟ فابتدوا يفجروا الجبل في 79. النادي لحد وقتنا هذا سنه 79 يا كابتن شيشين، النادي لحد وقتنا هذا كان اسمه ايه الاول؟ الجبل، نادي الجبل. الجبل. عشان كده طلع ذئاب الجبل، طفوله بقى ايه؟ الجبل الاخضر. يعني مزبوط. هو كان الجبل الاخضر بس اسما، انما بقى اسم على مسمى، الجبل الاخضر. فجروا الجبل ده بالديناميت وبقوا يمهدوا، لان هي شركه مقاولات، وعملوا ملعب. عملوا ملعب. ده كابتن بيقول لي ده وانتوا بتتمرنوا كان بيفجروا. واحنا بنتمرن بنسمع الكلام ده كابتن هاني 79 لما رحنا مع الكابتن عبد الصالح، ما كانش فيه غير الملعب الفرعي والاستاد. ماشي. والاستراحه بتاعتنا على البوابه يا كابتن هاني وانت داخل، مش بوابه المقصوره، لا بعد البوابه اللي بره، اللي بعد المستشفى. كانت يمينك في الحاسب الاهلي الوقت دي، كانت الاستراحه بتاعتنا، بناكل فيها ونشرب فيها وبنغير فيها ونطلع بالاتوبيس بتاع النادي لغايه الملعب، ودينا الملعب الفرعي اللي هو انا عارف الملعب الفرعي. فكانت الساعه 4 نبدا التمرين مع الكابتن عبد الصالح والكابتن ابراهيم والكابتن عوادين الله يرحمهم. 4:30 يا كابتن هاني نلاقي المناره اللي بيضربوها دي العلامه، يعني طلقه حمراء كده بتطلع، تروح منوره في السماء فوق، على اساس ان احنا نرجع عند السور الحيطه اللي هي المدرج اللي على اليمين، نروح وراه، ننزل كلنا تحت المدرج. والله العظيم يا كابتن كلنا نبقى ورا بعض كده، ورا بعض قاعدين كده وعاملين كده لحد ما الديناميت يضرب من هنا ويضرب. شفت قطاع الناشئين بتاعنا؟ طبعا. ده بدايه الانفجارات، التفجير. الملاعب بتاعت قطاع الناشئين، الملعب بتاعنا احنا الفرعي، كان وراه الصاله بالظبط. الصاله دي كانت جبل يا كابتن هاني. الملعب الفرعي قطاع الناشئين كان جبال، كان كلها، جبال كلها طبعا. يعني كان السيركل ده كله جبل، فكانت بتضرب هنا طلقه وهنا طلقه. طلقه حمراء وطلقه خضراء. لا ده إيه الديناميت يا ماشي. ده ديناميت. يقولك بعد كده الطلقه الخضراء يرجع تمرينك. يا كابتن سعيد بيشكروا، بيضربوا الطلقه الحمراء تدخلوا تستخبوا. ده الخطر. الخطر. الخضراء يعني تطلعوا تنزلوا. ننزل الملعب. الخضراء دي الامان بقى. الأمان. ايوه فكانت الجبل يضرب هنا كابتن هاني ناحيه القطاع الناشئين، وناحيه ملعب الناشئين الناحيه الثانيه بقى بتاعت لحد ما الصاله، فضلوا يضربوا ويكسروا لحد ما يمكن انا اللي اعرفه ان قطاع الناشئين جه الجبل الاخضر امتى سعيد؟ قطاع الناشئين جه الجزيره امتى؟ جه حاجه و80. احنا عايزين نقول من ده يا كابتن، الناس تسمع واللعيبه تسمع ان البطوله بتخلق من معاناه كبيره جدا، وان رغم اختلاف الظروف الصعبه جدا اللي حضرتك بتتكلم عليها، انكم بتتمرنوا وبعدين لا تقفوا عشان في تفجيرات، عشان بيعملوا ملعب وبعدين ترجع التمرين تاني، وبعد كده خدتوا بطوله كبيره جدا، فاعتقد ده كل دي حوافز للعيبه اللي دلوقتي اعتقد عندها كل وسائل الراحه. وكل مش لعبت الفريق الاول، عفوا يا كابتن هاني،
ده اللعيبه اللي موجوده في القطار تسمع اللي احنا قاسينا فيه ده مش للفريق الاول لا للقطار اللي بادئين بالزبط. اللي من البدايه الناس اللي هي والفريق الاول يا كابتن انتقامك كبير الناس تعرف بالظبط انت وصلت ليه دول وصلوا خلاص القمه احنا بنتكلم زي ما احنا قاسينا معنا الكلام ده كان سعيد عنده كم سنه وانا كان عندي 16 سنة. لا انا كنت صغير سعيد كان مثلا 23 انا في العشرينات انا في 18 في 19 فالولاد الصغيره لازم يعرفوا احنا زي ما حضرتك اتفضلت المعاناه اللي احنا شفناها يعني احنا الوقت ما هنخش في افريقيا اولا جالنا تسمم كنا هنموت اثيوبيا لا التسمم كان في غانا كابتن سعيد انفجار الطياره ده كان يحصل لكم مش انفجار الطياره هتنفجر كانت هتنفجر ازاي كابتن سعيد واحنا راجعين من زيمبابوي اللي عايز اكمل فيه كمان ان انا بقول دور الاداره دور اللعيبه دور الجهاز الفني بقى كان معانا واحد اهو فعلا ده اللي اتقال عليه اسطوره الله يرحمه الكابتن فؤاد صدقي طبعا كابتن فؤاد صدقي ده يعني الله يرحمه مش هقول يعني مش قادر اقول كلامي وفي له حق صراحه لان ده لما رحنا درجه ثالثه جاب مجموعه وبعدين لما جينا نطلع في الدرجه الثانيه مشى حوالي فوق ال 20 25 لعيب وراح جايب غيرهم قال لك الدرجه الثالثه مختلفه ما ينفعش على الدرجه الثانيه لما طلعنا الدرجة الأولى راح ممشي برضو حوالي 20-25 وراح جايب مجموعة تانية يقول لك هم دول بتوع الدوري الممتاز شوف الفكر يعني الحمد لله كان ليا الشرف أن أنا أول واحد بدأت ونهيت مع البطولات طبعا. أنا كنت كابتن النادي من أول ما بدأ مزبوط. لحد وبعدين عملية كابتن أو مش كابتن الكابتن ده بفعله يعني صحيح. احنا جالنا وقت ودي ممكن نقولها فيما بعد جالنا وقت حصلت مرتين مره لما جالنا تسمم شوف بقى اللعيبه بقى وجدعانه اللعيبه جالنا تسمم مايكل ايفرت كان تاني يوم او تالت يوم رحله غانا كابتن ولا نعم رحله غانا كنا هنلاعب هارت اوف اوك بس غصب عن الملحق العسكري عمل لنا وجبه سمك وجمبري واستاكوزا وحاجات زي كده فراح جالنا تسمم الوحيد اللي ما جالوش تسمم مايكل مش معنى بقى لا بس اخر اتنين جالوا تسمم ماكلش مش معنى ايه بقى انا مش معنى ما جالوش هو تسمم مش معنى ايه اخر اتنين جالوا تسمم يا كابتن ما علينا يعني ما علينا اخر اتنين جالوا تسمم الصبح انا وسعيد الباقي كله كان ده يوم المباراه كابتن لا قبلها قبلها الجمعه السبت كنا هنلعب جه السبت نهائي غرب افريقيا اتاجل الماتش اليوم ده ليوم للحظ فرق معانا بس في نقطه بقى عايز اقولها فرق معانا مايكل ما قدرش المباراه لم يديرها قالك انا ما عنديش استعداد ان انا اتغلب بسبعه وثمانيه انا مدرب محترف امال مين اللي قدرها احنا اللعيبه نفسها اللعيبه اعتمدت على نفسها اللعيبه جالنا المهندس عصام عباس وجالنا الدكتور حسين شاهين الله يرحمه قالوا لنا هنعمل ايه ده احنا عايزين نكسب وعايزين ناخد بطوله عايزين نكمل هنلعب فرق معانا والنتيجه كانت لعبنا وكسبنا اليوم ده فرق يوم السبت ده فرق ليه الخواجه راح الملعب التمرين يعني احنا هنتمرن بقى السبت عشان الماتش اتاجل جالنا تسمم بالليل اللي راحوا الملعب مع الخواجه انا وسعيد وتقريبا ناصر محمد علي ثلاثة أربعة ورجعنا بقى جالنا التسمم انا وسعيد بعد ما رجعنا من التمرين وقال لك انا مش لاعب المباراه يعني الفرقه كلها كابتن جالها تسمم أيوة. وقدرتوا ان التسمم يوم السبت خلاص انت الجمعه ماشي ما انت جالك معاناه يوم السبت الفرقه كلها ما اتمرنتش ثلاثه اربعه اتمرنت الاعراض لعبتوا بقى ازاي يوم الاحد بالاعراض دي كلها ما هي دي بقى دي الجدعانه بقى دي لازم نعرفها كابتن عشان الناس تسمع انا بقول الدكتور حسين اللي كان واخد معاه ادويه وكان واخد معاه بتاع هقول لك حاجه اغرب كمان بقى ان احنا المباراه الاولى على ملعبنا هنا متعادلين 1-1 متعادلين يا نهار ابيض يعني لازم تكسب هناك شوف بقى الحاجه الغريبه وكسبنا هناك على كسبنا 2 فهي دي الفرقه دي الفرقه فهو يعني زي ما بقول الجهود كلها تضافرت في حته واحده جهاز اداره لعيبه وبعدين الحاجه الحلوه كمان ان احنا عمليه الاحتراف كنا بننفذها بدون ما نعرف محترفين بس ما بتاخدوش فلوس الساعة 10 لا غير كده كمان الساعة 10 كنا بنروح النادي ونمشي بالليل الساعة 10 7 8 9 كانت الإدارة موفرين لنا إقامة ومطعم يعني كنت تروح الصبح تتمرن تخلص تتغدى
بعد ما تتغدى تقعد في الاستراحة، بعد ما تقعد في الاستراحة تروح مكمل التمرين، نظام اليوم الكامل، تخلص التمرين نقعد مع بعض وبعد كده تروح مروح. نظام اليوم الكامل. عايز اروح لحاجه بس قبل ما نسيب دي برضه كابتن، انت يعني عشان حته المعاناه كابتن هاني، انا سعيد جدا بالكلمه دي. احنا كابتن هاني حته المعاناه شفناها واحنا راجعين من هراري في زيمبابوي، كنا بنلعب في ماتش كابس يونايتد في زيمبابوي. فكسبنا في ملعبنا 3 وكسبنا هناك تقريبا 2 في كابس يونايتد. المهم يا كابتن هاني، انا بس بحب افكر اللعيبه دلوقتي، انتوا عايشين عيشه صد رد، يعني لما بتسافر افريقيا صد رد، يعني ممكن تسافر النهارده وتلعب بكره وترجع بالليل. صحيح. احنا كنا بنسافر يا كابتن هاني بنقعد 14 و15 يوم عشان نروح نلعب، مش عشان نسافر، عشان نروح نلعب. ماشي. يعني انا واحد من الناس اتجوزت يوم الحد، انا اتجوزت يوم الحد عشان كان عندي ظروف وكده، اتجوزت يوم الاثنين بالليل، كنت في الفندق نايم مع زمايلي وسافرت. وانا ده تاني يوم ليا لسه متجوز، عريس بقى اول يوم اتجوزت، تاني يوم استأذنت من الخواجه، عندي ظروف عائليه، جدي كان هيتوفى ولو اتوفى هنقعد سنه واتجوز بعد السنه، فقال لي الحق نفسك. وتاني يوم الاثنين يا كابتن هاني سلمت نفسي للنادي، كابتن جمال عاد قال لي 8 اكون في الاوتيل، 8 بالدقيقه كنت جوه الاوتيل في المطار. سافرنا كابتن اللي هو كانت سفريه طويل عمرك هي بتاعت غانا دي. المهم يا كابتن، اللعيبه دلوقتي بتسافر صد رد، احنا كنا بنقاسي معاناه غير انك بتقعد في المطارات، بتقعد في المطارات كابتن، احنا كنا بنقعد في مطار كينيا كابتن هاني بالثمن والتسع والعشر ساعات في كينيا، نسافر مثلا نقعد في جده 3 ايام، نقعد في باريس 3 ايام، نقعد في امستردام 3 ايام، نقعد في اي مكان في اوروبا 3 ايام، وتروح البلد تلعب، وبعد الماتش بعد 3-4 ايام الطياره اللي جابتك هي اللي هترجعك. مفيش طيران كل يوم، احنا قاسينا يا كابتن جمال. وانتم ما كنتوش في التوقيت ده حاسين ان انتم بتقاسوا؟ يعني لا لا، احنا كنا سعداء جدا. انتوا بقى حاسين انه ده انتوا بتلعبوا في مسؤوليه، في واجب، يعني في واجب وطني بتأدوه. انت برضو لازم ما تنساش ولا نهدم حق حد، احنا كان معانا مجلس اداره لو طال يودينا القمر هنروح، وكان معانا مدير كوره بقى، الوحش بقى، الوحش بتاعنا الكابتن جمال العقاد. ده الوحش كابتن جمال حبيبي، ده الوحش بتاعنا. طبعا نتكلم على كابتن جمال العقاد بس، يعني لان كمان انا يعني كان ليا الشرف ان اشتغل معاه من خلال منتخب الشباب. لكن كمان نروح للقاء مهم جدا طبعا، كابتن سامي قمصان مع زميلنا فاروق صلاح، ونشوف اللقاء دوت ونرجع نكمل مع نجومنا واساطيرنا الكبار. كل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من النيجر بالتحديد العاصمه نيامي، ومن ملعب سيني كونيتشي اللي بيستضيف اول مران لفريق النادي الاهلي استعدادا لمواجهه فريق سوندي في دور ال 32 وعقب نهايه المران. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن سامي قمصان. كابتن سامي، برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. تحدي جديد وبطوله جديده مطالب بيها لاعبي النادي الاهلي، مطالب بيها الجمهور طبعا بيطالب بيها، اعتقد تحدي جديد، انتوا على استعداد لهذا التحدي؟ طبعا زي ما بتقول تحدي جديد وبطوله كبيره، وانت عارف دايما طموح جمهور النادي الاهلي وطموح ادارتنا وجهاز واللعيبه كلها، يعني كل البطولات اللي احنا نشارك فيها ان شاء الله. بدايه مهمه جدا زي ما انت قلت، انت البطل، انت لازم تدافع عن اسمك وعن لقبك، بتلعب فرقه مغموره، اول مره تلعب فرقه كبيره زي النادي الاهلي، اعتقد هتقاتل عشان تقدم مباراه كويسه وتعمل نتيجه ايجابيه. لكن الحمد لله احنا عندنا من اللعيبه من الخبرات والشخصيه اللي تقدر ان شاء الله تتعامل مع الظروف ديت، وان شاء الله نعمل نتيجه ايجابيه ان شاء الله. كابتن سامي، السؤال الاهم طبعا، عايزين نطمن على حاله اللاعبين، طمنا على حاله اللاعبين. عندنا غيابات طبعا في اهم المراكز، عندنا غياب لقفشه وعمر السوليه ورامي ربيع، ايضا غياب لمستر بيتسو موسيماني، وانا عارف ان حمل كبير جدا على عليك كواحد من افراد الجهاز الفني في النادي الاهلي. طمنا اكتر على اللاعبين وقربنا من الصوره. يعني طبعا نتمنى طبعا اللعيبه كلها ان شاء الله السلامه ان شاء الله. يعني انت عارف في حاجات قدريه انت ما تقدرش تغيرها. يعني النهارده 3 لعيبه مهمين جدا بالنسبه لنا، السوليه وقفشه ورامي ربيعه، وقبل كده طبعا في لعيبه عندنا اصابات زي حسين الشحات، وليد سليمان، مروان محسن، ناصر ماهر،
فاعتقد جونيور سوري جونيور برضه نفس القصه، فاعتقد صعوبات بتقابلنا، لكن الحمد لله احنا عندنا ثقه كبيره، والراجل دايما بيتكلم في كده، عندنا ثقه كبيره في كل اللعيبه الموجوده بتنتمي للنادي الاهلي او بتلبس تيشيرت النادي الاهلي اللي هي بتقاتل على اسم ومكانه النادي الاهلي. فان شاء الله اتمنى ان شاء الله عوده المصابين اسرع، وان شاء الله يكونوا اضافه لينا، وفي نفس الوقت ان شاء الله اتمنى التوفيق للعيبه اللي هتلعب ان شاء الله. هل غياب مجدي أفشة وناصر ماهر ومركز 10 الاهلي بيعاني منه نقص، وغياب وليد سليمان، من الممكن ان الاهلي يغير من خلاله طريقه اللعب؟ ابرز الامور اللي يعني التحضيرات اللي بيحضرها بتحضرها كجهاز فني بالتواصل مع مستر بيتسو موسيماني. يمكن النهارده احنا كان عندنا لقاء مع مستر موسيماني يعني من خلال زوم، واتكلمنا في الحاجات ديت، واتكلمنا في ماتش النهارده والاستعداد واللي انت بتتكلم فيه برضو نفس المركز، وايه الحلول اللي ممكن نعملها او البدائل اللي ممكن تلعب بيها، ممكن نغير طريقه شكل اللعب في كل الامور ديت يعني. واعتقد ان شاء الله يعني احنا مستعدين كويس، وان شاء الله نعمل ان شاء الله الراجل يتكلم في تكتيك معين يعني، ان شاء الله اللعيبه تقدر تستوعبه وتقدر تقدمه باداء مميز ان شاء الله. فريق سنوديب على الرغم انه فريق حديث العهد يعني تاسس عام 2014، النهارده رئيس النادي كان في زياره وكان قال احنا المباراه 90 دقيقه وعندنا طموح وعندنا حلم كبير جدا. احنا بنواجه النادي الاهلي بس الكوره اصبحت يعني خلاص ال 90 دقيقه ما بين الفتين سهله. طبعا حق مشروع لكل الفرق اللي هي كل فرقه كلها اتمنى لها تكسب، خصوصا لما بتلعب بطل او بتلعب بطل القاره نفسه النادي الاهلي، شرف لاي فرقه اللي هو يلعب قصاد النادي الاهلي. فاعتقد ان ده حق مشروع ليه، لكن ما تنساش برضو ان النادي الاهلي بمكانته وقدره قادر ان شاء الله اللي يعمل نتيجه كويسه ويثبت جدارته زي ما اثبت البطوله اللي فاتت. ان شاء الله تكون البدايه النهارده من ماتش بكره ماتش يوم الاربعاء ان شاء الله، وان شاء الله نقدر نحقق المطلوب ان شاء الله منها. كابتن سامي هتكلم على نقطة مع كابتن سامي بالتحديد، يعني الفترة الأخيرة شايفين الجميع لامس دور الكابتن سامي أمصان، دعم من جماهير النادي الأهلي، احنا عارفين ان القريبين من المشهد عارفين قيمة ودور الكابتن سامي أمصان، واخد مساحة كبيرة مع مستر بيتسو موسيماني، الراجل بيثق فيك، أعتقد ده يعني حاجة مستحقة للكابتن سامي أمصان. طبعا بشكرك، طبعا بشكر جمهور النادي الاهلي، لكن الاول بشكر مجلس اداره اللي على الثقه ديت يعني. انا الحمد لله مع توالي المدربين الحمد لله انا موجود، الحمد لله الواحد بيأدي دوره على باقصى حاجه يعني ممكن انه يخدم النادي، وانت عارف مكانه كبيره جدا ان انت تنتمي للنادي الاهلي، والحمد لله انا عارف دوره كويس وعارف حدوده كويس، بقدر اشتغل من خلاله، كلنا عناصر مساعده عشان الراجل نقدر نوفر له كل المتاح من اللعيبه او المعلومات. فاعتقد الحمد لله يعني الواحد بيأدي دوره، واتمنى ان شاء الله طبعا الاستمراريه ديت، وبشكر طبعا جمهور النادي الاهلي على الثقه دي. اخيرا شفت ملعب المباراه ازاي؟ زي ما انت شفته بالظبط، طبعا مباراه صعبه، ملعب صعب يعني، لكن انت عارف افريقيا والاجواء في افريقيا، لكن البطل زي ما قلت لك ما بيهموش اي صعوبات، سواء الملعب سواء حكم سواء جمهور سواء ظروف سفر، اللي بشكر عليها طبعا مجلس اداره توفير طياره خاصه، يمكن انت كنت معانا وعارفين قد ايه كانت الرحله هتبقى شاقه يعني، لكن الحمد لله ان مجلس اداره والكابتن وفر لنا الطياره دي، حاجه طبعا كل الشكر ليهم يعني. اتمنى ان شاء الله زي ما بنوعد جمهور النادي الاهلي دايما ان شاء الله نكون على الموعد، وان شاء الله نحقق ان شاء الله نتيجه كويسه. شكرا سامي التوفيق. أعزائي المشاهدين ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي أمصان مدرب فريق النادي الأهلي. طبعا اتحدثنا على كل الأمور الفنية الخاصة به مباراة الأهلي وسنوديب في مباراة الذهاب لدوري أبطال إفريقيا لدور الـ 32. يتبقى التوفيق المولى عز وجل إن شاء الله لفريق النادي الأهلي، ويكلل النادي الأهلي يحقق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب. مستمرين مع حضراتكم تغطية خاصة لكواليس بعثة فريق النادي الأهلي هنا في النيجر، كل التوفيق بإذن الله لفريق النادي الأهلي. شكرا جزيلا ليك فاروق مرة تانية، شكرا على التغطية المتميزة دي خلال مشوار النادي الأهلي في سنوديب هنا أو في النيجر هناك في نيامي تحديدا. هنتابع مع حضراتكم تطورات واستعدادات الفريق أول لأول لحد إن شاء الله ما يوصلوا هنا بالسلامة ويحققوا نتيجة إيجابية بإذن الله. نرجع تاني للكباتن الكبار مشرفينا، كابتن سعيد طبعا الشيشيني منورنا، وكابتن جمال سالم، وأحلى ذكريات الحقيقة. قبل ما نتكلم على ماتش بكرة، والحقيقة ماتش بكرة ده زي ما قلنا عنق الزجاجة أو تخطي عقبة مهمة جدا اسمها النجم الساحلي. كابتن سعيد كنت بتكلمني الطيارة كانت هتنفجر ازاي بس في إثيوبيا؟ لا هو لو اتكلمنا عن المعاناة احنا عانينا كتير، عايز اتكلم يعني سريعا حاجة فيها عشان حاجة عندنا الماتش، وعايزين نتكلم على محمد صلاح وازاي غيرت مركزه في اللعب. موضوع الطيارة ده يعني احنا كنا بنركب في طيران اسمه اير افريك، يعني كان مفروض ان احنا يعني مش عايز اقول ان احنا كنا بنقعد على رجل بعض، الشنط كانت بتبقى قدامنا. لا يعني دي كفايه لوحديها المعاناه، اللي هو بيقول لك دلوقتي بطياره خاصه الشنط بتاعتنا كانت بتبقى جنبينا. لما ركبنا كنا جايين من رحله من زيمبابوي سبناهم هناك، وبعدين
لازم نعمل ترانزيت في أسمرة، أديس أبابا مطار أسمرة. فالطيارة ماشية فجأة كده، وإحنا ماشيين لقينا الطيارة لوحدها كده بيلف فجأة، فالجناح بقى عمال يعمل كده، والراجل فقد السيطرة عليه الطيار. يعني إحنا الطيار، وإحنا باصين أول ما حصل كده إحنا باصين لعربيات المطافي خلاص هي جاية ورانا. يعني إحنا بننزل وشايفين عربيات المطافي عماله بقى تعمل ده كان في اللا يعني في اللاندنج في اللاندنج بقت تعمل كده وتعمل كده وتعمل كده، والحمد لله ربنا ستر. يعني 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 دي لوحديها دي كان ممكن هو اللي فرق معانا في دي الجناح ما راحش على البلدوره بتاعت الرصيف. لو كان خبط لو خبط كنا هنعمل كده. يعني دي حاجه من عند ربنا. طبعا البنزين بيبقى حوالين الطياره كله، كان ممكن يعني تنفجر في لحظه. وهو الطيار بيعمل لاندنج، فدي من ضمن المطافي شايفينها زي ما قال سعيد ورانا بتاع 3 4 5 20 معلب شايفين المطافي. العربيات ورانا. جايه ما خلاص قال لك خلاص يعني هم شايفين الطياره عماله تعمل كده وتعمل كده، قال لك بس ده هننفجر. اللي عايز اقوله في النقطه دي بالذات يعني ان الناس دي كانت محترفه. يعني جمال عقاد لما قال عليه جمال لا راجل برنس كان عارف بالظبط بنعمل ايه. كان اول ما نروح متعمده يوديك اوروبا تقعد لك يومين وبعدين يقول لك انت شفت اوروبا اهو روح افريقيا بقى روح افريقيا بقى وشوف الفرق ويرجع على ماتش ويرجعك اوروبا تاني وانت بتلعب المباراه اللي هناك يقول لك شفت البلد عامله ازاي اكسب عشان ترجع هترجع تاني بقى هتبقى فري يديك يومين. وطبعا البوكيت ماني بقى وبتاع الكلام فده كان دافع جامد جدا وحاجه نفسيه احنا طبعا ما كناش بنحس بيها قوي انما كان ليهم غرض بتفرق كان ليهم غرض. وبعدين الحاجه الثانيه ان الامكانيات بقى يعني لو المقاولين العرب ما فيش الامكانيات دي انت هتروح فين؟ ما دي الامكانيات جزء مهم جدا. 300 دولار اللي كان بيفرقوا يا كابتن ده 300 دولار ده ال 100 دولار كان بتفرق كان بتفرق يا كابتن 300 ده 300 البوكيت ماني لا 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 بعيد عن البوكيت ماني امال المكافاه قول لي بس 300 دولار دول يا كابتن احنا رايحين الساعه ونص دول ايوه عايزين ال 300 دولار بس كنا بنجيب موت بقى على 300 دولار انا بتكلم عن لا غير رحله اوروبا كمان انت بقى عينيك على 300 دولار انا كلنا بص حضرتك احنا رايحين اوكي البوكيت ماني بنستلمه اول ما بننزل خلاص النهارده طف بقى النهارده احنا بكره ال 300 دولار قدام عينينا مهمه لان بس طبعًا غير الحب يا كابتن انت كان انت بيربط انت ايوه انا فاهم على حضرتك بس الناس ما تفتكرش وتقول لك ده لا الفلوس اخر حاجه بتفكروا فيها لكن حبكم لبعض 300 دولار دول يا كابتن بص حاجه تفرح يلا كابتن صلاح شد حيلك بس بقول له يلا كابتن حضر الكاش حب طبعا طبعا انا عايز اقول حاجه يعني هو مش عيب يعني ثلاث ارباع لعيبه مصر مش عيب انا من ضمنه انا هقول على عليا انا كنت بروح من متعوبه للجزيره وكان جمال معانا كنا بنروح سوا بنروح مع بعض طبعا العيب بالعكس معناش حق المواصلات مظبوط والله فشوف لا معنا حق المعديه لا المعديه معنا حق المعديه لا عشان من يبقى الكلام صد المعديه اللي هي قدام انا كنت بركب اتوبيس 700 لغايه الفجر المعديه انت عارف فين المعديه فين مش عيب انت عارف المعديه فين معديه لا يعني قدام اللي عنده قدام نعمه اوكي قدام مستشفى ايوه ايوه اوكي ده عند نعمه دي المعديه ونرجع المعديه وناخد ناخدها عشان استاد تتش الجزيره لا الجزيره مركز شباب الجزيره ده مش عيب يعني 300 دولار فعلا كانت يعني حاجه بالنسبه لنا حاجه انا ماضي في المقاولين العرب ب 50 جنيه وانا كابتن دول ده نوع من انواع ال 50 جنيه بس احنا كنا عايزين نعمل حاجه ده صح ما هو ده الدافع بقى الاراده بقى كنا عايزين نعمل حاجه وعشان كده لما كنا نطلع من مباراة مغلوبين ولا حاجة مش عايزين نروح مكسوفين من نفسنا صراحة فهي اللعيبة كانت مجموعة محترمة لعيبة بتحب النادي لعيبة عايزة تعمل أسامي زي ما بقول كان في ناس من الدرجة الثالثة من الثانية من الأولى حاجات زي كده لما يتعمل لها اسم كبير زي دي لا ده أنا عشان كده أضحي يعني أنا عن نفسي أنا لما بدأنا الكبر فترات الإعداد كنت بسبق اللعيبه بلفه كامله مركز شباب الجزيره اللي هو تراك الخير ده 2 كيلو لوحده 2 كيلو و400 متر 2 كيلو 2 كيلو انا كنت بسبقهم بلفه ليه في اصرار عايز اعمل حاجه اللعيب هيقرب مني لا شد حيلك شد اجري اجري وانا اللي وراه بقى وراه يا جمال احنا متعاقد وراه بس ايه من ورا اخر في الاخر فهي العمليه كلها احنا عايزين نعمل حاجه
كل انواع التحفيز مشروع كل كابتن حاجه طالما كمان في نهايتها بتحققوا بطولات. الحاجه الجميله برضه يا كابتن الحاجه الجميله ان انت تحقق يعني بطولات تاخد بقى فلوس تاخد تسافر اوروبا ترجع تاني لافريقيا المهم ان انت تحقق انجاز. الحاجه الجميله برضه اللي عشان برضه يعني كلامنا معاك والله العظيم يعني الحاجه الجميله برضه عشان ما نهدمش حق حد مع الكابتن جمال العقاب برضه كان معانا مستر مايكل طبعا ومعاه مدرب عام واحد مننا اخونا كابتن يسري عبد الغني ده كان ممكن الخواجه يشد ويدغدغ وانت عارف شغل الخواجات طبعا هو بقى كابتن يسري يلمكم فدي من العوامل الجميله طبعًا. برضو اللي كانت مع كابتن يسري عبد الغني لانه له عامل اساسي وعامل مهم ان الراجل ده زي ما بنتكلم على سامي قمصان مع النادي الاهلي نفس القصه ان المدرب العام ازاي يلم الدنيا. الكابتن يوسف كان برضو سعيد عامل مشكله مع الخواجه يلمه انا بقى على طول كلهم مشاكل كلهم مع الخواجه يعني كنت بتاخر يا جمال كذا ما كانش بيحب الجري وما كنتش اجري فالمهم كان مع انك يا كابتن سردباك وليبرو يعني المفروض يبقى من هنا بقى بالدماغ بس انا فكان الكابتن يسر اللي هو عامل اساسي معانا كابتن يسر عبد الغني بصراحه من العوامل الاساسيه فوزنا بالدوري وافريقيا الراجل ده للامانه دي امانه. الحاجه الحلوه كمان بقى ان اللعيبه اللي كانت موجوده يعني انا مش هقول انا كنت كابتن فرقه كنت مسيطر لا كلنا كنا مع بعض بالحب بنحب بعض جدا ولو واحد ضرب لعيب لا اكن ضربنا انا. طيب كابتن سعيد عايزين نروح سريعا جدا عشان فاضل من الوقت تقريبا خمس دقائق محمد صلاح حضرتك اللي كان يعني ليك فضل في ان انت تغير مركزه في اللعب لا هو الفضل بتاع ربنا طبعا بعد ربنا طبعا بعد ربنا بعد ربنا كلمني بس سريعا علشان عايزين ناخد راي حضراتكم في مباراه بكره المقاولين والنجم الساحلي في هو انا لما مسكت الفرقه 16 سنه كان معايا فرقتين فرقه جمهوريه وفرقه منطقه تمام كان معايا حوالي 60 لعيب وكان موجود ربنا يديله الصحه برضه الدكتور عمرو بالمجد طبعا. قال انا عايز امسكك الفرقتين دول فمسكت الفرقتين دول بقينا نلعب منطقه في يوم وجمهوريه في يوم قال لي انا عايزك تعمل خليط بين الفرقتين دول عايزين نستفيد اللعيب لما يلعب ماتشات كتيره هيستفيد اكتر فانا خدت الفرقتين دول كان فيهم خمسه باك شمال منهم علي فتحي اللي بيلعب دلوقتي ومنهم محمد صلاح ومنهم واحد اسمه ابو حطب ده لعب الفريق الاول ومنهم يونس ومنهم شريف علاء الخمسه باك شمال عشان تلاعب واحد هتحط احتياطي واحد تاني ثلاثه مش هيلعبوا والخمسه كويسين فبنلعب مباراه في انبي هناك كسبناهم 4-0 محمد صلاح في اليوم ده ضيع ثلاث اجوان انفرادات وهو بيلعب باك شمال فطبعا كسبنا المباراه كسبناهم 4-0 على ملعبهم اللعيبه بقى طبعا تكسب انبي في انبي 4-0 وانت عارف قوه كان قطاع الناشئين في انبي رائع يعني الا محمد صلاح الوحيد اللي كان بيبكي تعالى بتبكي ليه؟ قال لي عشان ضيعت الاهداف قلت له ما تشيلش هم هنغير لك مكان وقد كان شريف علاء لعبته سيرد باك علي فتحي باك ليفت ابو حطب نص الملعب ناحيه الشمال يونس راس حربه محمد صلاح ناحيه اليمين ده توفيق من عند ربنا وانطلق محمد صلاح الحاجه الحلوه بقى كمان ان احنا في اخر الموسم رحنا الفريق الاول خدناه برضه معانا بس الاجمل بقى اللي خلص الموضوع ده كله ربنا يكرمه المهندس ابراهيم محلي قلت له يا باشمهندس انا عندي 2 لعيبه هيبقوا من احسن لعيبه في مصر الاسبق طبعا انا بحييه من احسن اللعيبه في مصر بس عندهم مشكله واحد بيجي من طنطا واحد بيجي من محل ارجوك نوفر لهم سكن قال لي ده 16 سنه يوفر لهم قلت له معلش بس انا براهن لو اللعيبة دي ما عملتش حاجة أنا على استعداد أتكفل بكل مصرفه إنما طبعا مش هكذب عليك أنا ما كنتش متوقع ما فيش كان حد في مصر متوقع يعني محمد صلاح كان معايا محمد صلاح يوصل بس أنا اللي عايز أقوله الفضل مش ليا الفضل من ربنا وطموح محمد صلاح ده حقيقي وكل مدرب أضاف لمحمد صلاح حاجة ده حقيقي ده اللي عايز أقوله يعني لا كل مدرب أنا التوفيق من عند ربنا إن أنا نقلت له المكان ووفرت له السكن اللي هو بيه إن يقدر يعمل حاجة فدي كانت توفيق من عند ربنا انما كل مدرب في نادي المقاولين العرب او خارج المقاولين العرب اضاف لمحمد صلاح هو صاحب الفضل
انما عمليه صاحب الفضل دي لربنا، ربنا ومجهود صلاح وطموحاته ومجهودات. ده اللي عايز اقوله، معلش في عين هنا كل حاجه بعد ربنا، كل حاجه بتاتي بعد ربنا. هو ده اللي عايز اقوله بالنسبه لمحمد صلاح. بس انا ببقى فخور سبب أمام محمد. سبب يا كابتن جمال بيبقى فخور لما بشوف محمد صلاح كابتن جمال النادي الاهلي العرب. بكره ايه؟ بكره ان شاء الرحمن، يعني اللي انا شايفه بكره ان مجلس الاداره بالكامل برئاسة المهندس محسن صلاح وفروا الدعم الكامل للعيبة. والمهندس محمد عادل كمان طبعا يعني ده اللي متواجد معاهم ليل ونهار، راجل محترم جدا ليل ونهار معاهم. دي وفرت كل حاجة خلال العشر أيام اللي طافوا دول للعيبة. النهاردة آخر يوم، بكرة اليوم ده بتاع اللعيبة العشر. هم عايزين إيه؟ يعني أنا النهاردة بكرة الكابتن عماد هيلعب بأحسن 11 كانوا معاه خلال العشر أيام اللي طافوا دول. فأنت بكرة الأحسن 11 هتطلع بيهم بكرة هيبدأوا الماتش. هل اللعيبة دي الكابتن عماد هينزل يلعب معهم؟ أي حد ينزل يلعب معهم؟ النهاردة اللعيبة دي لازم تبقى سهام عارفة وهي نازلة أنا عايز إيه؟ زي كل اللعيبة دلوقتي، يعني النادي الأهلي في النيجر، النادي الأهلي مشي وركب الطيارة أول ما اللعيب بيحط رجله على باب السلم، والكابتن هاني عارف وكان لعيب وعارف انا عايز ايه. ده صحيح بالظبط كده، انا عايز ايه؟ انما انا هركب بقى وفاني والكلام دوت ورايح، ولا ما فيش الكلام ده دلوقتي، انا عايز ايه؟ فاللعيبه دي بكره حطت قدامها تارجت ان انا بكره هوصل او هخلص الجيم ده عشان اروح لمرحله تانية توديني في حته تانية. هم ده يومهم بكره، ده يومهم بكره. لعيبه المقاول العرب زي ما اتفضل الكابتن هاني وحضرتك وقلت ده عنق زجاجه، المقاول العرب بكره يا كابتن هاني وعلى مسؤوليتي نعدي بكره، احنا هنبقى في حته ثانيه. واحنا كلنا وراكم يا كابتن، لان ده المقاول العرب بكره بيلعب باسم مصر طبعا. وكابتن عماد كمان، كابتن عماد طبعاً. لا كابتن عماد قيمه كبيره جدا والحمد لله ربنا يعني استجاب لدعانا، وطبعا المسحه بقت سلبيه. كل ان شاء الله كل التوفيق طبعا لفرقه المقاولين العرب بكره، كلنا وراهم وان شاء الله تكون بدايه وانطلاقه للحصول على بطوله افريقيه جديده ان شاء الله. وكنت بتمنى امنيه بس واحده، ان الجيل دوت يشوف الجمهور اللي احنا شفناه. انا دي كانت امنيتي، ان الجيل ده اللي بيلعب افريقيا ده كان يشوف جمهور مصر العظيم اللي وقف ورانا لحد الثلاث بطولات وافترق مننا في ماتش النادي الاهلي الرايح جاي اللي هم بتوع افريقيا. انا بتكلم معاك بالامانه، لان احنا كان جمهور مصر العظيم ده ورانا لغايه الثلاث بطولات. افترق مش افترق مننا، اتجمعوا في الماتش، في الماتش ده بالذات ماتش الاهلي رايح جاي اللي هم بتوع افريقيا. احنا مصر بنلعب الاهلي والمقاولين، مين يكسب مين يخسر مش فارقه، بس ما البطوله ما تروحش بعيد. بعديها على طول الاهلي ضرب كانو نياوندي 5 وخدوا البطوله، فحاجه كانت جميله بالنسبه لنا برضه. نورتونا، الله يخليك. توعدونا تاني انه يعني تشرفونا يعني باسم المقاولين العرب مره تانية هنا في البيت الكبير. يا ريت بكره. يا ريت بكره. تنورنا يا كابتن. شكرا جزيلا. يا رب يخليك يا كابتن ابو احمد. شكرا جزيلا، نورتنا يا كابتن سعيد جدا جدا. ربنا يكرمك. وابو يهنا برضه نورنا. بس انا اقول حاجه قبل ما نخدم، انا كسبت شفتك النهارده يا كابتن. ربنا يخليك، ده شرف ليا يا كابتن. كسبت شفتك يا سيهان دي امانه قبل ما اختم. ربنا يخليك. شكرا للقصه الجميل دوت. احنا سعدنا بيكم جدا طبعا. هنا في البيت الكبير زي ما انتم حضراتكم شايفين دايما ان شاء الله هنجيب اساطير. زمن الكوره الجميل والاساطير ديت لازم تكون مثل لكل واحد ولكل لاعب يجي. كان معانا الكابتن علي ابو جريشه مثل كبير جدا من الاسماعيليه، كان معانا الكابتن اسناوي من الاتحاد السكندري، كان معانا الكابتن الكبير طه الطوخي، واجيال كبيره جدا جدا. هو ده البيت الكبير اللي بيجمع. كمان احنا بنتكلم على الحاضر وبنتكلم على المستقبل، لكن اللي ملوش ماضي ملوش ولا حاضر ولا مستقبل. وماضينا ما شاء الله لو لقينا في كل نادي هندور، وهيكون معانا هنا في البيت الكبير عندنا اساطير كتيره جدا على مستوى كل الانديه في مصر. اتشرفنا بحضراتكم ونورتونا، وان شاء الله بكره حلقه جديده من 10 لواحدة في البيت الكبير. تصبحوا على خير.